رئيس الجمهورية يهنئ رئيسة جمهورية ترينيداد وتوباغو بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال، وبالمناسبة يشيد بالتطور الذي تشهده البلاد. المنظمة الكشفية تفتتح أشغال دورتها التكوينية بالتأكيد على البعد التنظيمي والسياسي للمنظمة. وفي النشرة تتابعون أيضا منظمات حقوقية صحراوية تدين سياسة الاختفاء القسري المنتهجة من طرف الاحتلال في اليوم العالمي لمناهضة الاختفاء القسري. سيداتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه النشرة أقدمها لكم من تلفزيون الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. أهلا بكم إلى التفاصيل. هنأ هذا الخميس رئيس الجمهورية الأمين العام للجبل الأخ إبراهيم غالي رئيسة جمهورية ترينيداد وتوباغو السيدة باولا ماي ويكس بمناسبة الذكرى 56 لعيد الاستقلال والتي تصادف يوم 31 أغسطس من كل سنة. وجاء في رسالة رئيس الجمهورية: السيدة الرئيسة، نيابة عن الشعب الصحراوي وباسم الخاص، أود أن أتقدم بأحر التهاني إليكم وإلى شعب جمهورية ترينيداد وتوباغو بمناسبة الذكرى 56 لاستقلال بلدكم الذي يصادف يوم 31 من أغسطس من كل سنة، وكذا بالإشادة بالتطور والازدهار المستمرين اللذين يشهدهما بلدكم. إنها حقيقة لا يمكن إخفاؤها أن جمهورية ترينيداد وتوباغو أحرزتا تقدما ملموسا ليس فقط على مواطنيها، ولكن أيضا على نشر العدالة والنضال المستمر للدفاع عن مبادئ الحرية وقيم الديمقراطية. إننا نثمن عاليا الدعم المستمر والالتزام العميق لجمهورية ترينيداد وتوباغو مع الدفاع عن حق الشعب الصحراوي من أجل تقرير المصير، ونود أن نعرب عن رغبتنا في تعزيز التعاون واستثمار العلاقات الدولية التي تربط البلدين وشعبيهما. السيدة الرئيسة، اسمحوا لي مرة أخرى أن أهنئ جمهورية وشعب ترينيداد وتوباغو وأنتم تحتفلون باليوم الوطني، وتقبلوا فخامة الرئيسة أطيب متمنياتي وتقديري العالي. انطلقت مساء أمس الدورة التكوينية لأطر ومسيري منظمة الكشاف الصحراوي، وذلك بحضور عدد من أعضاء الأمانة والحكومة وقيادات الكشافة. الدورة التي احتضنتها مدرسة الشهيد أحمد عبد الفتاح للتكوين شبه الطبي تدوم لأسبوع وتعد تكملة لبرنامج الصيف للشباب والطالبة. إبراهيم محمد محجوبة. دأبت منظمة الكشافة الصحراوية على تنظيم هذه الدورات التكوينية لأطرها المسيرة، وهذه هي النسخة السادسة منها، وتحتضنها مدرسة الشهيد أحمد عبد الفتاح للتكوين شبه الطبي، وقد اختير لها شعار القيادات الكشفية نموذج للوفاء والتضحية. افتتاح الدورة حضره عدد من أعضاء الأمانة والحكومة باعتبارها منبرا يجمع بين إطارات الحركة الكشفية وإطارات وقيادات الجبهة لتمرير التجربة والإلمام بمستجدات القضية.
عارف عنها دورة في منتهى الأهمية، وعنها تكوين الإطارات والقيادات، تكوين القيادات، لأن القيادات هي اللي تصنع يعني تستنسخ وتكثر أمثالها، وهي على كل حال القدوة وهي نموذج وهي راح تمشعل. على كل حال هذه المدرسة الكشفية هي مدرسة للتنشئة على القيم الوطنية وعلى قيم الوطنية، قلت بما فيها يعني حب الوطن، معرفة الوطن، حب الوطن. وتعد الدورة التكوينية استكمالا لبرنامج الشباب والطلبة الذي تشترك في الإشراف عليه منظمة اتحاد الطلبة واتحاد الشبيبة. وكون الكشافة رافدا أساسيا من روافد اتحاد الشبيبة كان لزاما على الإطار الكشفي أن يكون حاضرا في جملة هذه البرامج. هذه المنظمة تجي مكمل للأسرة والمدرسة، يعني فيما يخص يعني التربية والبيئة للطفل والترفيه ودروس الوطنية والدينية والخلقية. إذن هذو شقين في الحقيقة يعني لا بد من الاهتمام الكبير من طرف يعني الجهات والمؤسسات. هاي المحطة تعتبر المحطة الختامية للبرنامج الصيف الشباب والطلبة. هذا البرنامج لما يخفى لحد على البرنامج السياسي محض، أعطى التنظيم السياسي وأعطت الجبهة الشعبية التحرير الساقية الحمود الذهب، أعطت فضاء، أعطت إطار لفئة الطلبة والشباب من أجل الممارسة، من أجل التكوين، من أجل التأهيل، من أجل كذلك الوقوف على كل أساليب التسيير سواء كانت على المستوى السياسي ولا كذلك على المستوى الإداري. الدورة تهدف بالأساس إلى صقل التجربة لدى مسيري هذه المنظمة من خلال سلسلة محاضرات ودروس تطبيقية خاصة بالكشاف كالتخييم بالخلاء، إضافة إلى تقييم البرنامج السنوي لمنظمة الكشافة وتنقيحه. هذه الدورة يتناقش عديد من القضايا، دورات تدريبية، رحلات خلاء، رحلات عمل تطوعي في إحدى الولايات إن شاء الله، وكيداً هل يخرج بفائدة كبيرة على أطر ومنتسبي هذه الحركة الكشفية، لأنه في الأيام المقبلة قدام الموسم الدراسي وكيداً نقدمه نبلو بلال حسن إن شاء الله. ومن أهم المقاصد التي ترنو الكشافة لتحقيقها تنشئة الأجيال على حب الوطن والتضحية من أجله وغرس مبادئ الثورة في نفوس الأجيال الصاعدة. طالب مكتب تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان الاحتلال المغربي بالكشف عن مئات الصحراويين المختفين قسرا، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الاختفاء القسري. وقد ارتكب الاحتلال المغربي جرائم إنسانية في حق الشعب الصحراوي من خلال عبر احتلاله للإقليم أواسط سبعينيات القرن الماضي. عبد القادر محمد إبراهيم. تخلد دول العالم ومعها العديد من المنظمات الحقوقية المهتمة بقضايا حقوق الإنسان اليوم العالمي للاختفاء القسري بتاريخ 30 آب أغسطس من كل سنة، وذلك كشكل من التضامن مع المختطفين وعائلاتهم في أرجاء دول العالم والمطالبة بالكشف عن مصير المختطفين مجهولي المصير، مع الكف عن ممارسة جرائم الاختفاء من قبل مختلف الأجهزة المدنية والعسكرية تابعة للدول والحكومات طبقا لما تنص عليه العهود والمواثيق الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. وبالرغم من أن الدولة المغربية تعد من الدول المواقعة المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، فإنها لا زالت متورطة في جرائم اختطاف شملت المئات من المواطنات والمواطنين الصحراويين في أزمنة مختلفة، والذين تم الكشف عن مصير أكثر من 300 ضحية سنة 1991 من المخاب السرية بقلعة مجونة والريش وثكنة التدخل العسكري بالعيون بالصحراء الغربية مباشرة بعد عزم الأمم المتحدة تنظيم استفتاء تقرير المصير بالصحراء الغربية وإعلان الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وادي الذهب والمملكة المغربية وقف إطلاق النار.
وأمام الضغط الدولي ومحاولة الدولة المغربية حجب الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة ضد المدنيين الصحراويين، حاولت إنشاء عدة مؤسسات غير مستقلة من أجل تعويض الضحايا وعائلاتهم، لكن معالجتها لقضية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة ضد المدنيين الصحراويين تظل خاضعة للتعليمات الرسمية المغربية الهادفة إلى إخفاء الحقيقة الكاملة والسياق العام الذي وقعت فيه هذه الانتهاكات المؤطر بالنزاع السياسي والعسكري حول الصحراء الغربية، حيث أدت هذه المعالجة الاختزالية إلى عدم استفادة ضحايا الاختفاء القسري من المدنيين الصحراويين وعائلاتهم من جبر للضرر الفردي والجماعي بشكل ينسجم مع المعايير الدولية ومطالب الضحايا، وإلى عدم الكشف عن مصير المئات المختطفين الصحراويين، الكشف عن أماكن المغابر الجماعية وعن المقتولين بها خارج القانون، تسليم الرفات لذويهم، الكشف عن السياق العام الذي وقعت فيه هذه الانتهاكات، اعتذار الدولة المغربية. وعلى هذا الأساس فإن المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان كوديسا، وهو يتضامن مع كافة ضحايا الاختفاء القسري الناجين من المخابي السرية ومع عائلاتهم التي عانت وتعاني من الأثار الخطيرة لجريمة الاختطاف، يعلن ما يلي: تنديده باستمرار الدولة المغربية في عدم الكشف عن مصير المئات من المختطفين الصحراويين مجهولي المصير، وعدم الكشف عن ظروف وملابسات السياق العام الذي بموجبه تعرض الألاف من المدنيين الصحراويين لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مست من حقهم في الحياة وحقهم في السلامة الجسدية والأمان الشخصي. مطالبته الدولة المغربية الكشف عن مصير ما تبقى من المختطفين الصحراويين مع إجرائها لتحقيق مستقل ونزيه حول ارتكاب أجهزتها العسكرية والمدنية لجرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين الصحراويين ينتهي بمحاسبة المسؤولين عنها وبتعويض الضحايا وجبر كامل أضرارهم بما فيها تسليم الرفات والاعتذار الرسمي للضحايا وذويهم. مناشدته مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي والتحالف الدولي لمكافحة حالات الاختفاء القسري وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية الضغط على الدولة المغربية للكشف عن مصير المئات من المختطفين الصحراويين مجهولي المصير وإطلاق سراح كافة المدافعين عن حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين الصحراويين. غادر عشرة الأطفال الصحراويين مطار بارخا بالعاصمة الإسبانية مدريد باتجاه مخيمات اللاجئين الصحراويين في إطار رحلات عودة رسل السلام الخاصة بمقاطعة غاليثيا. تقرير نجم الحميدة. عشرات الأطفال الصحراويين يقادرون من مطار باراخاس بالعاصمة الإسبانية مدريد إلى ذويهم بمخيمات اللاجئين في إطار رحلات الخاصة ببرنامج عطل في سلام. قضى هؤلاء الأطفال عطلة الصيف بمقاطعة غاليثيا شمال إسبانيا، تلك المدينة الساحلية الساحرة والمعروفة ببرودة طقسها خلال أشهر فصل الصيف. رحلة العودة من مطار باراخاس بمدريد إلى مطار الرائد فراج بولاية تيندو في الجزائر أشرفت عليها تمثيلية الجبهة بغاليثيا إلى جانب جمعيات الصداقة والتضامن، وكانت مشاهد الوداع فيها صعبة على الأطفال والعائلات المضيفة. هذا وتشهد هذه الأيام 16 مقاطعة إسبانية رحلات عودة رسل السلام إلى ذويهم بعد استفادتهم من برامج صحية وترفيهية وتعليمية وتجديد الحكومات والبرلمانات الجهوية لتضامنها مع كفاح الشعب الصحراوي خلال استضافتها للأطفال. حظيت الجمهورية الصحراوية بشرف المشاركة كضيفة شرف على أضخم ماراثون مفتوح بمقاطعة بإيطاليا خلال الفترة الصيفية، وينظم الحدث الرياضي الشهير في كل مرة بإحدى مدن ولاية بادوفا الواقعة بمقاطعة فينيتو. عبدات لبات الرشيد. حظيت الدولة الصحراوية بشرف المشاركة كضيفة شرف على أضخم ماراثون مفتوح ينظم بإيطاليا خلال فترة الصيف
وينظم الحدث الرياضي الشهير في كل مرة بإحدى مدن ولاية بادوفا الواقعة بمقاطعة فينيتو. وقبل انطلاق الماراثون وبعد أن تم تدريب رياضيين صحراويين جاءوا من مخيمات اللاجئين الصحراويين وشاركوا في عدة أنشطة رياضية داخل إيطاليا، من بينها تظاهرة أولمبياد الألوان الثلاثة التي نظمت بمدينة روجيميليا الإيطالية رفقة ممثلين عن 20 دولة من إفريقيا ومختلف قارات العالم. وبعد أن تم تقديم الوفد الصحراوي لآلاف المتسابقين والسياح القادمين من كل مكان بإيطاليا وأوروبا ومن عديد الدول، دخل الرياضيين الصحراويين وهم يحملون العلم الوطني وسط تصفيقات وهتافات الآلاف الذين اكتظت بهم شوارع المدينة. وقد أعطيت إشارة انطلاق آلاف المشاركين ومن مختلف الأعمار من طرف رياضية صحراوية. كذلك فقد تم تقديم الإعلام الصحراوي كإعلام يحضر الحدث لتغطيته، ولكن أيضا لنشر قضية شعب يتطلع للسلام والحرية وتغيير المصير والشراكة والتعايش مع شعوب وبلدان وثقافات المعمورة. Sarawi che correranno la mini Saramato con loro, siamo giornalisti che abbiamo ospitato come associazione, sta facendo un sacco di servizi, ma laggiù. ويشار إلى أنه وخلال هذه التظاهرة الضخمة تم التعريف بالقضية الصحراوية وعدالتها وتاريخها عن طريق مكبرات الصوت. وبادوفا هي مدينة إيطالية بإقليم فينيتو شمال البلاد، عاصمة مقاطعة بادوفا، وتقع على نهر باكيوني ونهر برينتا والذي يمر داخل المدينة ويلامس الأجزاء الشمالية منها، وتبعد حوالي 40 كيلومترا إلى الغرب من مدينة البندقية الشهيرة، وترتفع على جنوب غرب المدينة لاليوغاني التي أشاد بها الشعراء قديما. كما تعتبر المدينة مقرا لجامعة مرموقة أسست في العام 1222 ميلادي، وتفتخر بادوفا بالعديد من الشواهد عن ماضي ثقافي وفني عريق، مما جعلها مقصدا لملايين السياح من جميع أنحاء العالم، وهي اليوم مركز اقتصادي هام، وتعد حاليا أكبر محطة في شمال إيطاليا. وبادوفا هي مسرح لأغلب أحداث رواية ويليام شكسبير المعروفة تروي ذا النمرة. وكانت أهمية المدينة هذه وتاريخها فرصة كبيرة لنشر القضية الصحراوية وسط آلاف السياح الذين جاءوا من مختلف دول العالم للمشاركة في الماراثون أو لمشاهدة المتسابقين وحضور الفعاليات التي تنظم على هامشه. وفي ختام الحدث الكبير قدمت هدايا رمزية للوفد الصحراوي الذي لفت الانتباه، وكان الحدث فرصة كبيرة للتعريف بالقضية الصحراوية والتي نالت بذلك شرف المشاركة في الماراثون الأكبر والأضخم بإيطاليا. عبدات لبات الرشيد، بادوفا، إقليم فينيتو، إيطاليا. احتج عشرات الألاف من الأساتذة المغاربة المتعاقدين أمام وزارة التعليم والتربية الوطنية المغربية احتجاجا على سياسة المخزن تجاه قطاع التعليم العمومي في ظل غياب أي مقاربة عملية تستهدف النهوض بالقطاع وتوفير الكرامة لمنتسبيه. تبدو الأحداث في سياقها الاجتماعي والسياسي أكثر من مجرد احتجاج ألفته شوارع كبريات المدن المغربية، فطالما اهتزت الفئات الهشة وقبلها الطبقة المتوسطة جراء السياسات العقيمة التي يرسمها القصر انطلاقا من صعوبات اقتصادية وأزمات سياسية لا تطال في الغالب نفقات الملك وفساد النخب النافذة، لكن الأمر يتعلق هنا بمستقبل الشعب المغربي وأجيال تنتظر مستقبلا ثقافيا وتعليمي قد يتجاوز الواقع المرير لآلاف الأسر المغربية التي ينتظر أبنائها على مقاعد رغم اكتظاظها غادر حجرتها أساتذة لم يبقى لهم إلا الشارع للتعبير عن رفض سياسة التعاقد التي تعتبر نافذة للمخزن للاستغناء عن خدماتهم في أي وقت. وعلى وقع الشارع يسير التحضير للدخول الاجتماعي على صفيح بات ملتهبا بعد أن تخطى درجة السخونة في مدينة الرباط، على وقع شعارات رفعها آلاف الأساتذة المتعاقدون الذين جمعوا النهار بالليل أمام وزارة التربية الوطنية. لكن الاحتجاج بات سمة تطبع الحياة العامة في المغرب أمام صمت يبدو مزمنا، سواء من طرف الملك المتفرغ فقط للسياحة الخارجية أو الهيئات الوصية حبيسة المصالح الضيقة
التي خلقتها المحاصصة السياسية في الحكومة، وليس أمر الأساتذة بشاذ عن حراك الريف أو إضراب الأطباء أو مظاهرات مدن الشرق الرازحة تحت وطأة الفقر والتهميش والإقصاء. كان هذا آخر خبر في نشرتنا، وإليكم تذكير سريع بأبرز محاورها. رئيس الجمهورية يهنئ رئيسة جمهورية ترينيداد وتوباغو بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال، وبالمناسبة يشيد بالتطور الذي تشهده البلاد. المنظمة الكشفية تفتتح أشغال دورتها التكوينية بالتأكيد على البعد التنظيمي والسياسي للمنظمة. وتابعتم في النشرة، منظمة حقوقية صحراوية تدين سياسة الاختفاء القسري المنتهجة من طرف الاحتلال في اليوم العالمي لمناهضة الاختفاء القسري. متابعة طيبة لبقية برامجنا، أرجو لكم دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم.